أهلا بكم في قناة أسرار الفن. حكايتنا النهاردة عن الفنان حسن يوسف وقصة الصورة التي قلبت الموازين. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان المصري حسن يوسف تسببت في الهجوم عليه من قبل جمهوره. حسن يوسف ظهر في الصورة وهو بجوار الفنانة رولا سعد والفنانة مادلين طبر بأحد المناسبات الخاصة. كانت رولا تحتضنه وتلف ذراعها حول رقبته. جمهور الفنان المصري رفض ظهوره بهذا الشكل واعتبر أن الصورة تسيء له ولسنه الذي تجاوز 80، خاصة أن حسن يوسف ظهر في عدد من الأعمال الدينية وحرم مشاهد العري وانتقد ممثلي هذا العصر. جدير بالذكر أن الفنان حسن يوسف له شقيق يدعى عدلي يوسف وهو من مواليد 24 أغسطس 1943. بدأ حياته ممثلا ثم عمل ككاتب سيناريو، كما عمل كمساعد مخرج للعديد من الأفلام خاصة مع أخيه حسن يوسف مثل ولد وبنت والشيطان عام 1971 وكفاني يا قلب عام 1977، كما ساعد في إخراج فيلم قاتل ما قتلش حد لمحمد عبد العزيز عام 1979، وعمل مخرجا لأفلام عديدة منها مقص عم قنديل. واعتزل الفن في التسعينات ومنذ ذلك الوقت لم تسرب أو يظهر في أي مكان حتى نتعرف عليه. في بداية حياة الفنان حسن يوسف تزوج من الفنانة لبلبة. القصة بدأت في عام 1961 حينما التقى حسن يوسف لأول مرة بالفنانة الصاعدة آنذاك لبلبة داخل مكتب العقود بالتلفزيون. لم يكن يعرف أنها الفنانة لبلبة، فكانت نظراته إليها على أنها فتاة حلوة وشيك. ليعرف بعد لحظات أنها لبلبة، خجل من نفسه وسلم عليها بصفتها زميلة لتبادره بالحديث عن دوره في فيلمه المعروض حينها نساء وذئاب، قائلة برافو دورك هايل في الفيلم. ليدور حوار قصير بينهما سرعان ما ينتهي وانصرف الاثنان كلا إلى وجهته. محطة اللقاء الثانية كانت في إحدى حفلات أضواء المدينة، حيث كان حسن مسؤولا عن تقديم إحدى فقراتها بينما كانت تشترك هي في إحيائها. وبعد حديث قصير عن نفس الفيلم فوجئ حسن بأن لبلبة جارته في مصر الجديدة. حصل على رقم هاتفها ثم اختفت عن عينيه بعد لحظات، لم يراها مرة ثانية تلك الليلة. بعد ذلك كان يراها بالصدفة فشاهدها مرة في مسرح محمد فريد ومرة أخرى في مسرح الأزبكي. في كل مرة كان يحاول أن يشعرها بأنه معجب بها حتى فهمت ذلك، لكن والدتها المرافقة لها في كل تحركاتها كانت تفسد كل المقابلات. بدأ حسن يتصل بها تليفونيا وازداد انجذابه لها أكثر وأكثر بعد أن أعجبته طريقة تفكيرها. جاء اليوم المرتقب على ظهر باخرة الدلتا، حيث كانت لبلبة ترتدي فستانا أبيض اللون كأنها سندريلا، فاستقبلها حسن بابتسامة عريضة وغازلها ليدور بينهما حوار شاعري تضمن اعتراف كل منهما بحبه للآخر وأسئلة متخوفة من لبلبة تجاه حبيبها إن كان يفكر أن يغدر بها يوما ويفارقها. حتى عرض عليها الزواج قائلا ايه رأيك نتجوز؟ لترد عليه اتمنى ذلك ولكن امي لن توافق لانها ترى اني ما زلت صغيرة ولا استطيع تحمل مسألوية الزواج. كانت تبلغ من العمر حينها 17 عام،
بينما كان حسن في 26 من عمره. مرت أيام قليلة وذهب حسن لخطبة لبلبة التي صدقت نبوءتها، حيث رفضت والدتها زواجها من الفنان حسن يوسف ليفترق الحبيبان لمدة 20 يوم. هددت فيها لبلبة بالانتحار، ثم جمعت ملابسها في حقيبة وهربت من البيت ليعقد قرنهما ويضع الأسرة أمام الأمر الواقع. وهنا أدركت أمها أنه لابد من إتمام هذا الزواج ورفعت الراية البيضاء. احتفل الزوجان بزفافهما في قاعة ألف ليلة وليلة بفندق هيلتون بحضور كوكبة من النجوم والشخصيات العامة. تم الاتفاق على تأجيل الإنجاب 5 سنوات على الأقل. لقد مضت بهما الحياة الزوجية في سعادة دائمة دون أن يحدث بينهما أي خلافات زوجية، فكل منهما كان يحافظ على شعور الآخر ويحرص على سعادته. بعد 9 سنوات من الزواج بدأت تدب الخلافات بينهما بسبب عمل لبلبة في السينما، حيث كان الزوج يرغب في اقتصار عمل زوجته على الحفلات الموسمية والتلفزيونية لغيرته عليها، واتفاقاها على ألا تجسد أي مشهد به قبلان، كذلك لرغبته في الإنجاب وهو ما رفضته، فهي لا تريد الإنجاب في هذا السن المبكر. وأيضا كانت أبواب السينما مفتوحة لها في ذلك الوقت، لكنها انصاعت في النهاية لرغبته وابتعدت عن السينما. مع الوقت زادت مطامع يوسف في حياة أكثر استقرار، طلبها باعتزال الفن تماما، وهو الأمر الذي صدمها، خاصة لأنه يعلم جيدا أنها تعين أسرتها بالأموال التي تكسبها من ورائه، وتزداد الأزمة بينهما لتصل للطلاق. سبب طلاقها من حسن هي قبلة حسين فهمي لها في فيلم بنت بديعة التي وافقت عليها مضطرة أمام رغبة المخرج حسن الإمام، لكن المياه لم تعد لمجاريها حسب ما توقع بسبب وقوف والدتها كحجرة عثرة وفق المذكور ورفضها لمساعي الصلح. ليزدد الستار على زواج استمر 9 سنوات، وهو الزواج الأول في حياة حسن والوحيد في حياة لبلبة. على الجانب الآخر، أوضحت لبلبة أنها تتمتع بعلاقة طيبة مع الفنانة المعتزلة شمس البارودي الزوجة الحالية الحسن يوسف، وتحمل لها ما كامل الود والاحترام. نشر الفنان المصري عمر حسن يوسف عبر حسابه على موقع انستغرام صورة له مع شقيقه نجل الفنان حسن يوسف. علق على الصورة التي نشرها مع شقيقه وقال: وأخيرا مع شقيقي محمود في دبي. لاحظ الجمهور الشبه بين الابن الثاني للفنان حسن يوسف وبين الفنان الكبير. يذكر أن الفنان حسن يوسف متزوج من الفنانة المعتزلة شمس البارودي، وأنجب منها عمر ونريمان وعبد الله ومحمود.